بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن إن فيه بعض الناس بيقولوا لنا إن الغسالة ما بتنضفش كويس وبتعمل بقع في الملابس، وأحيانا بنلاقي الغسالة فيه رايش كده على الملابس نفسها، تبقى فيه بتعمل لي مشاكل في الغسالة، وممكن الغسالة أثناء الصرف ما بتجففش كويس. فطبعا ده هنشوف بقى، وهنتكلم عن تنظيف المروحة بتاعة الغسالة والحلة الداخلية من تحت المروحة، أحيانا بيبقى في رواسب والفلاتر بتاعة الغسالة. إن شاء الله هيبقى الأمر بسيط وسهل جدا، وعمل دورة ملح ليمون الغسالة نعملها إزاي، إن شاء الله هيبقى كل حاجة بسيطة إن شاء الله. طبعا عند الأول المروحة هنشيل طبعا الجزء ده الأول، احنا شايفين كده، وهنيجي هنا على المروحة نفك طبعا المروحة بتاعتنا. هنخرجها بره طبعا زي ما احنا شايفين، مروحة في الرواسب. الحلة من جوه زي ما احنا شايفين فيها طينة، هي زي ما احنا شايفين. طبعا التين ده عشان نقدر نعالج الموضوع ده لازم نجيب فلاش ونحطه في الغسالة، بس لما نيجي نحط فلاش، طبعا ده فلاش بس احنا حاطينه في قلب كوز ميه، لما نيجي نحط فلاش نخلي بالنا من من الاستانلس، لان لو الفلاش جه على الاستانلس هيخليه يطوص، يعمل لي سواد كده، يبقى في مشاكل في الغساله. هبدأ بقى احط الفلاش على الصليبه كده، برضو ابعد عن العمود بتاع الجيربوكس وعلى البلاستيك بتاع الغساله. زي ما احنا شايفين كل ما بحط فلاش في مكان بيبدأ يطير من الرواسب، هو الفلاش كويس مع البلاستيكات بالذات. بدأت الحلة تنضف اهي، بنجيب الفرشة طبعا وننضف بقى السلبة كويس. طبعا المنظر ده يخلي الملابس بتاعتي اصلا طالعه مش نظيفه، فطبعا بعد العمليه دي ان شاء الله الهدوم تبقى كويسه. طبعا الداخلي ده مش هينفع نستخدم الفرشه دي، هنجيب فرشه اسنان. هنبدا ندخل فرشه الاسنان جوه زي ما احنا شايفين كده، بتطلع اهي الطين اهو زي ما احنا شايفين. طبعا الطين بيبدا يفك مع الفلاش ومع الفرشه، بيبدا يخرج معايا. طبعا ببدأ ألف الحلة عشان أجيب جميع الاتجاهات. كل شويه الف الحله بحيث ما يبقاش في مكان ما نضفتوش. وباجي عند الفلاتر بتاعتي، اكيد الفلاتر دي فيها مشاكل برضو زي ما احنا شايفين كده، الفلتر كله طين اهوت. طبعا عشان افصل الفلتر من بعضه لازم اجيب مفك عادي وابدا افصل الفلتر عن بعضه. ازاي؟ بالراحه كده، السياسة كده عشان الفلتر ما كسرش معايا. أبدأ أفك الفلتر واحدة واحدة زي ما احنا شايفين كده، الموضوع سهل وبسيط جدا بس عايز حكمة واحنا بنشتغل. خرجت الفلتر، أبدأ بقى أنضف. طبعا ده أحطه يا ريت في طبق بلاستيك كده وأحط عليه فلاش، الفلاش هيبدأ ياكل الرواسب ديت بس مش هيأثر على البلاستيك بأي حاجة. لكن ما أحطش فلاش في قلب الغسالة وأشغلها، لكن أحط الفلاش وأنضف بس، لكن ما أشغلش بالفلاش زي ما احنا شايفين. هنفك برضه الفلتر بتاع، طبعا قلب الفلتر من جوه لو نلاحظ في قلب رواسب من جوه اهيت، ده كله يساعد على عدم نظافة الملابس. هنجيب الفلتر التاني ضغطه من فوق ضغطه من تحت اهوت. طبعا الفلتر برضه فيه طين، لازم ابدأ افك زي ما احنا شايفين كده. برضه بالراحة كده عشان ما يحصلش معانا كده. الفلتر طلع زي ما احنا شايفين الطين اهوت، برضه هنحط فلاش زي اخوه بالظبط.
هجيب الفرشة، هي مجهولة فلاش أصلا اهيت، وأبدأ أشتغل على الفتحة بتاعة إيه مكان الفلتر عشان الفلاش يبدأ ياكل الرواسب دي، يعني عشان لما أجي أركب الفلتر يركب معايا بسهولة. هي طبعا دي كلها اتنين دلوقتي، زي ما احنا شايفين كده الموضوع هيبقى سهل، لما أجي أحط مية هتنضف معايا بسرعة لأن احنا هيأنا بالفلاش. التاني نفس القصة اهو، طبعا الكلام ده كله بسبب الرواسب المسحوق ورواسب الميه بالتحديد هي اللي بتعمل المشاكل دي دايما، وعدم عمل دورات الخل. طبعا دلوقتي ما عادش ينفع دورة خل، لازم ملح ليمون لان الخل ما ينفعش مع الطين اللي احنا شايفينه ده. ملح ليمون بياكل تمن، ملح ليمون او ربع ملح هنحطه في الغساله واشغلها دوره على الفاضي من غير ملابس. ابدا برضه اخش على ايه الحلقه بتاعها من بره، يعني مش هنفتحها كتير. طبعا احنا فكينا الكريم من فوق اصلا، نبدا نحرك بقى اليوم ده واحده واحده. عرفت الحل عادي خالص، انا كده بنضف الغساله كلها. بركب بقى طبعا فرتون في حنفيه بره خارجيه وابدا اشتغل الميه دي، بنضف بقى الميه زي ما انتم شايفين كده. لو نلاحظ الغساله بتعمل ايه، الغساله بتبيض بقى. الفرتون بدأ يخرج بره، طبعا يعني فتح الفلاتر من ورا بتاعت الغسالة تحت الفرن الصغير عشان تنضف من جوه برضه، نشن على القلب كده. زي ما احنا شايفين نفسنا اهو وقفوا عند الأماكن اهي، لما أجي أحط المية زي ما احنا شايفين اهو كده بينضف اهو. ماشي طبعا من جوه، أهم حاجة عندي من جوه اهو، تنشن عليها من جوه بتبدأ تنزل الرواسب اللي فيها. طبعا هنلف الحلة برضه باستمرار كده بحيث ايه نخرج أي حاجة تانية من جوه. كل ما تبقى المية شديدة تنضف منها أفضل وقت. طبعا الحلة فائتة اهي، الطين بدأ يختفي، نفس القصة من فوق. نخلي بالي بقى ان مفيش مية تعدي ورا الحلة هنا، لان لو في مية عدت هنا تخش على الماتور، على كهربة الماتور، يبقى دي مشكلة، عملت هنا مشكلة كبيرة، انا هتعامل بحساسية مع المنطقة دي. يفضل انتوا ما تجيبوش الخرطوم وتحطوه هنا، لا انتوا ماشي لغاية الفاتورة وتمشوها هنا. انا بعمل انا الخرطوم وانا عارف انا بعمل ايه. طبعا قلنا فلاش ممنوع نحطه في الاخرام دي، ممنوع يجي على الحلة المستلس عشان ما يتوسع الاماكن بس اللي فيها. بس وابدا بقى اشوف اثر الكتير اللي موجودة، ابدا بيها بفرشة الاسنان انضف الاثر اللي جاي. طبعا كل حاجة كده هتظهر معايا اكتر لان الغسالة بيضة زي ما احنا شايفين، كتسولة طبعا من الطين بدأت الدنيا تبان النظافة فيها ديت. تحت الصليب كده ابدا انضف كويس. طبعا احنا نعرف ان الدين بتاعنا بيقول لك النظافه من الايمان، فلازم ننضف. شايف الفطين اهوت ظاهر عندي. طبعا فرشة الاسنان بتجيب لي بقى اي حاجه داخليه. طبعا بعد ما نعمل العملية دي هنبقى نعمل لها دورة ملح ليمون بحيث انها تقضي بقى على كل الرواسب خالص، اي حاجة فاتت مننا مش عارفين نجيبها احنا بايدينا هتبقى سهل بقى ان ملح الليمون ياكلها نطلعها. هنحط مية تاني
احنا شايفين بدأت ايه، هيا نلاحظ المية، اشوف الفلتر الاسود ازاي. اول ما نجيب المية عنده اهو الفلتر الابيض، نطلع الرواسب طبعا تحت اذا انت تحمل. الرواسب اذا بدات تظهر تحت عندها هي ده لا تنزل في الصاج، انا فاكر الفلتر من ورا طبعا الجزء ده بقى اللي كان ورا في الغساله من ورا من جنب خرطوم الصاج، بفكه طبعا شمال اخرجه بره وارجع ايه اركبه يمين اهو. طب بره انت برضه الرواسب اللي فيه انا فاكه ليه؟ عشان الميه تنزل مباشر ما توقفش في الغساله، يعني طبعا ميه تطين فما ينفعش ان احنا نسيب الغساله. شوفنا الفلتر يبقى ركبوه في الاخر. ده كده بالنسبة لتنظيف الحلة. كده احنا هنضيف الحلة انتهينا منه. ان شاء الله نخش في الحلقة الجاية هنتكلم عن تنظيف المروحة وتقفيل الحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.